أقول طرفة، لكن هذا من ضمن سن الطرائف. نقول من الأمور العجيبة أن قديما قبل الدولة السعودية في أيام حكم الإشراف كان أحد السدنة يلبس ما يعرف بالحجاز ستيرية، ستيرية يعني، وفيها جيب ومعه مفتاح الكعبة. هذا مفتاح الكعبة فيه طول، يعني نفرض هذا المفتاح طويل جدا، فهو وضعه هكذا، فنصف المفتاح في الجيب ونصفه ظاهر، والناس تعرف أن هذا من بني شيبة وتعرف أن هذا مفتاح البيت. فأخذ يدعو، فجاء أحد الحجاج قال تدعو وش تبغى؟ افتح الكعبة في جيبك. يعني ماذا تطلب؟ ماذا تطلب من الله؟ يعني دع الدعاء لنا. طبعا هذا فهم بسيط، كل واحد فقير من الله جل وعلا.